السلام عليكم. في هذا الفيديو غنقدم لكم الشباكيه بالعقده ديال اللوز والاناناس والمشماش. بالنسبه لهذه الشباكيه هذه مخالفه شويه على الشباكيه التقليديه اللي ولفناها. بالنسبه للشباكيه التقليديه راه سبقني نزلتها في الفيديو اللي قبل. وبالنسبه لهذه الشباكيه هذه كتجي مزيانه بزاف في المذاق ديالها. كنتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه هذه وتنال الاعجاب ديالكم. تابعوا معايا الفيديو الاخير. هذه هي النتيجه ديال الشباكيه. بالنسبه ليا كنديرها رقيقه ما كنديرهاش غليظه. هذه كتجي مشعبه وكتشرب العسل وكتجي فتيه. كنحتاج هنا في المقادير ديال الشباكيه، عندي هنا كيلو ديال الطحين، هنا خديت كيلو. هنا غادي نعطيكم مقادير بالكاس والمقادير بالغرام. عندي هنا كاس ديال الزنجلان اللي كنحمرو غير واحد شويه وكنطحنو، ما يعادل 140 غرام. عندي هنا كاس ما عامرش مخلط ما بين الزيت، زيت الزيتون وزيت العاديه. كاس ما كيكونش عامر ما يعادل 80 غرام. نفس الشيء بالنسبه للزبده، عندي هنا كاس ما عامرش. بالنسبه للزبده اللي بغى يدير زبده نوازات يعني كطيبوها حتى كتحمر. بالنسبه ليا هنا الزبده كنطيبها غير حتى كتنشف من الحليب ديالها وكنصفيها. خديت هنا 80 غرام. كناخذ هنا كاس قله ربع ديال ما زهر اللي درت فيه زعفران الحور شعره. هنا تقريبا 40 غرام ديال الخل ما يعادل 4 ديال المعالق. كنحتاج واحد الفتيته ديال الكوزه. عندي هنا 6 ديال الحبات ديال الهيل. عندي فتيته ديال الخميره ديال الخبز واللي اليد ديالها ثقيله ما بغاش تستعملها بلا ما تستعملها. عندي هنا جوج معالق صغار ديال النافع وحبه حلاوه، معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال السمن، وعندي هنا شويه ديال الملحه، واحد ربع معلقه صغيره. وعندي هنا العقده ديال المشماش والاناناس واللوز. بالنسبه للاناناس والمشماش خديت 100 غرام، وبالنسبه للوز خديت 80 غرام، يعني في المجموع هنا عندي 180 غرام. بالنسبه للوز كناخذ اللوز كنقيه كنفسخو بحال هكا وكنطحنو، ما كنديرلوش سكر، كنديرلو غير واحد المعلقه ديال ما زهر كنطحنو معاه. وهنا خديت جوج حبات ديال الاناناس اللي كبارات، وعندي هنا شويه ديال المشمش. عندي هنا بالنسبه للمجموع ديال المقادير عندي هنا 100 غرام ما بين الاناناس والمشمش. كنفورو تقريبا واحد 10 ديال الدقائق وغادي نطحنو. كنحطو كيتطحن. المشمش والاناناس خصو يتطحن مزيان. كنزيد له هاد اللوز هذا وكنطحن كلشي. صافي تطحن مزيان. كنزيد حبات ديال المسكه الحره، واحد 6 ديال الحبات لي صغارات. هذه هي النتيجه اللي كنتحصل عليها. بالنسبه للعقده هذه ديال اللوز والمشمش والاناناس خصها تكون رطبه، لان الا بقاو فيها القطع فاش كنكون نقطعوا الشباكيه كتبقى تقطع لنا. ضروري تطحن مزيان. وكنحتاج هنا 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. مع هذا العبار هذا ديال الطحين كناخذ واحد 3 ديال المعالق ديال الطحين. كنزيد عليهم هاد الجنجلان هذا، كنرد يتطحن مزيان. غادي عاد نزيد واحد المعلقه. الجنجلان خص ضروري يتطحن مزيان، لان فاش كيبقى ما مطحونش كيقطع لنا العجينه. انا طحنت الهيل مع شويه ديال الطحين كنغربلو، واللي عندها المهراس كطحن في المهراس كتدقو في المهراس. كنزيد غير شويه ديال الكوزه، غير واحد الحكه خفيفه.
هي غير واحد شويه اللي درت. كنزيد شويه ديال الملحه، كنزيد شويه ديال القرفه، حبس حلاوه والنافع، ملعقه صغيره ديال السمن، كنزيد الزيت، كنزيد الزبده، وكنزيد هاد العقده هادي ديال المشماش، الاناناس واللوز. غادي نخدم هاد المكونات هادو. صافي هاد المقادير هادو راني خدمتهم مزيان، دلكتهم تقريبا واحد 5 ديال الدقائق اللي دلكتهم، كيبغيو شويه ديال الخدمه. اي حاجه مزيانه كيخصنا نعطيو لها الخاطر. هاي كيفاش كتولي. بالنسبه ليا فاش كتكون عندي الوقت نديرهم في الليل حتى الغدا الصباح عاد نخدمها. صافي كون خلطو الصباح كنخليه تقريبا واحد 4 ديال الساعات حتى العشيه عاد كنعجنو. ها هو كيفاش كيولي. الا كانت عندي الوقت كنديرو في الليل. بالنسبه للطحين بغيتو كديرو كيلو ديال الطحين، كتقدروا ديرو حتى كيلو 100. غادي نزيد صاشي ديال الخميره المكره، هاي بالنسبه للخميره ديال الخبز راه غير فتيته، وتقدروا كاع تستغناو عليها. كنزيد الصفار ديال البيض، كنزيد الخل، كنزيد ما زهر لقت فيه زعفران الحر شعره، وغادي نبقى نزيد الماء بشويه بشويه. صافي كنبقى نزيد الماء كنبقى نعجن، وبالنسبه للماء نبقى نزيد غير بشويه. ديما نردو البال فاش كنزيدو الماء باش ما نجريولهاش العجينه ديالها. ديما نردو البال فاش كنزيدو الماء. غادي نزيد غير واحد شويه، وبالنسبه ثاني للعجينه نردو البال ما نديروهاش قاصحه بزاف. الا درتوها قاصحه فاش تبداو كتكرسوها غادي تبقى تفتت لكم. صافي هذا هو القياس ديال العجين، ما غاديش ندلكها لان غادي ندوزها في الروبو. صافي هنا ما كندلكهاش، كندوزها في الطحانة ديال الكفته، كتسهل عليا الخدمه كتدلكها مزيان. صافي غير كنجمعها. صافي كنغطيها كنخليها تقريبا واحد 5 ولا 10 ديال الدقائق ونرجع نخدمها. صافي العجينه بعد ما قطعتها كنورقها. وبالنسبه للعجينه ما كنزيدوش الطحين،
ديما كتردوا البال فاش كتزيدوا الماء باش ما ديروش العجينه جاريه، لان الا درتوا العجينه جاريه كيجيكم كتجيكم الشبكيه قاصحه. العجينه كنخليها تحت واحد ربع ساعه وكنزيد كنورط ديما كنبدل من الكرات الاولين. كندوز في النمره 5 ومن بعد كندير النمره 7. كناخد هاد القطعه هادي ديال الكريوش كنحيد لها اليد ديالها وبها كنرشم. عندي هنا 5 ديال الشريطه كندير زوج فوق جوج، هذا اللي بقى بوحدو كنجيبو لهنا، ها هي هادو بجوج كنشدهم وكنقلب. هي الشبكيه كنبقى كنشبك وكنستف كنخليها حتى كتنشف، كنخليها واحد ساعتين ولا ثلاثه، ولا شي مرات كنخليها كاع كتبات. ديما كنبدا بالصينيه الاولى وضروري الشبكيه تنشف باش كتبقى محافظه على الشكل ديالها. كنقص في العافيه باش ما تخطرش الطيام. صافي هذا هو القياس ديال التحمر ديالها، ما نحمروهاش بزاف لان فاش كنديروها في العسل الا كانت محمره بزاف كتبان بحال محروقه. صافي هذا هو القياس ديالها وخصنا نطيبوها ما نخليوهاش خضره. صافي كنقطرها بالزيت ومباشره كنحطها في العسل. الشبكيه كنعسلها كنخليها مده كبيره في العسل، شحال ما بقات في العسل راه كتشرب مزيان. ومن بعد صافي كنصفيها. الشبكيه بعد ما عسلتها فاش كنصفيها كنرجع كنخوي فوقها العسل اللي تصفى باش ما نبقاش نهز ونحط فيها. بالنسبه للعسل الا كان عندكم كميه كبيره، الا كان عندكم العسل بكميه كثيره كتخليوها في الشبكيه تقريبا واحد الساعه ولا ساعتين عاد كتصفيوها. الا ما كانش عندكم يعني فاش كتصفيو الشبكيه ديك العسل الاخرى اللي تصفات كترجعوا كتبقاو تخويوها فوق الشبكيه اللي صفيتو. هذه هي النتيجه ديال الشبكيه. بالنسبه ليا كنديرها رقيقه ما كنديرهاش غليظه، هذه كتجي مشعبه وكتشرب العسل وكتجي فتيه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. اي تساؤل عندكم خليوه لي في التعليقات. وهكا كنجي لنهايه الفيديو، كنقول لكم بالسلامه ونلقاو ان شاء الله في فيديو قادم.